لتسليط الضوء أكثر على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة وحديث لجنة الانتخابات المركزية عن محاولات تزويرها، ينضم إلينا السيد محمد القيق، الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني عبر الهاتف من الضفة الغربية. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. رغم الطقس والانقطاع المتكرر للكهرباء، يحرص الفلسطينيون على تقييد أسمائهم في جداول الناخبين. إلى ما ترجع هذا الحرص الكبير، وما الرسالة التي يريدون إيصالها؟ نعم، بشكل عام الشارع العربي كله يحتاج إلى الأجواء الديمقراطية واختيار من يمثلهم لسن القوانين والتشريعات، فما بالكم بالشعب الفلسطيني الذي وتحت إطار الشرعية والانتخابات والقوانين الدولية يهدر حقه في كل يوم، سواء ميدانيا أو حتى في التعاملات السياسية. لذلك المواطن الفلسطيني وعلى وقع المؤامرات الدولية بحق القضية الفلسطينية من صفقة القرن ومن خطة الضم ومن اتفاقية أوسلو سيئة الذكر ومن القوانين المهترئة التي تسير عليها السلطة الفلسطينية الآن، والدستور الذي يحتاج إلى تعديلات واسعة واحتياجات الناس التي تزايدت، والقوانين التي لم تستطع ولم ترقى لمستوى معالجة الملفات الخاصة بالمواطنين، يذهب الناس إلى القرار الذي هو من الطبيعي أن يكون في كل دولة، ومن الطبيعي أن تكون هذه الإجراءات في فلسطين. لذلك يذهبون إلى تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين كي يكون لديهم رؤية ومشاركة في قرار غاب عن الشارع الفلسطيني، نستطيع القول عقود، وليس منذ عام 2006، لأنه عام 2006 حدثت انتخابات نزيهة وصوت الشعب، ومن ثم تم اغتصاب رأي الشعب وتم الانقلاب على رأي الشعب من خلال اللجنة الرباعية الدولية المترئسة لها أمريكا، وتنصلوا لرأي الشعب وهاجموا الشعب وهاجموا رأي الشعب وهاجموا المجلس التشريعي المنتخب واعتقلوا على يد الاحتلال، وبالتالي كان هناك حرب على الرأي الفلسطيني الذي قرر أن تفوز المقاومة. لذلك الشعب الفلسطيني ليس وليد اللحظة ولا قرن. طيب أستاذ محمد، رغم هذا الحرص الكبير من الفلسطينيين على إنجاح الانتخابات، لجنة الانتخابات المركزية تقول إن بعض الأشخاص تمكنوا من تغيير أماكن الاقتراع لمئات الناخبين. ما أثر ذلك على العملية الانتخابية التي يتوق إليها الفلسطينيون للخروج من حالة الانشقاق التي يعيشونها منذ العام 2007؟ أشكرك جدا على هذا الطرح. دعنا نشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن كل أطياف الشعب الفلسطيني تتوق إلى اختيار نزيه وديمقراطي في صناديق الاقتراع لمن يمثلهم، لمن يسن القوانين، لمن يحدد الاتفاقيات، لمن يبرم كل الإجراءات المحلية والدولية. النقطة الثانية، مما لا شك فيه أن هناك عدو لرأي الشعب وصوت الشعب، هم الفئة الفاسدة المنتفعة التي تربعت على مواقع حساسة في الشارع الفلسطيني وأيضا المدعومة من قبل قوات الاحتلال للتخريب، وهم ما يسمى بين قوسين الجواسيس. النقطة الثالثة، هناك من لا يؤمن بفكرة الديمقراطية نظرا للتجارب السابقة، ومعهم حق. هذا برضو الجزء الثالث من الشرائح، معها حق لأنها عدة سنوات وعدة عقود في الشارع العربي، في كل الشارع العربي وليس في فلسطين، كلما يختار الشعب العربي رئيسا أو برلمانا من خلال انتخابات نزيهة يخرج لنا لواء متقاعد، يخرج لنا جيش ينقلب. هذه المعادلة جعلت فئة من الناس تفقد الثقة في صندوق الاقتراع لأنه سيكون بالمقاسات الأمريكية الإسرائيلية. لذلك في ظل الثلاث نقاط هذه وجب أن تفوز فكرة الإرادة والحفاظ على صوت الشعب، ليس فكرة انتخابات فقط. نحن نرى الآن ميانمار، نحن نرى الآن عدة دول كان هناك انقلابات عسكرية على رأي الشعب، ومن ثم بوجود الشارع وبوجود الشعب في الشوارع أعيد الهيبة لصندوق الاقتراع. لذلك واضح واضح جدا أن سيد محمد ألا ترى على ذكر عام 2007 وما حصل فيه من انشقاق، ألا ترى أن محاولات التزوير هذه يمكن أن تذهب بالانتخابات المأمولة إلى انقسام جديد بين شركاء الوطن، لا سيما وأن فصيل مهم وهو حركة الجهاد تقاطع بالأساس؟ نعم، فصائل المقاومة الفلسطينية يبدو أنه بينها توافق على فكرة
الانتخابات. الانتخابات ليست هي من تحدد آلية المقاومة مع الاحتلال. يبدو أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في القاهرة مؤخرا أن الانتخابات هي للحياة اليومية الفلسطينية سواء البرلمانية أو الرئاسية. أما ما يخص تقرير المصير والمقاومة وسبل المقاومة فهو شأن يخص المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب والذي ستدخل عليه كل الفصائل. هناك ستكون الجهاد الإسلامي، هناك ستكون حماس، هناك ستكون الجبهة وفتح وكل الفصائل الأخرى. أما في داخل البرلمان الذي قالت الجهاد الإسلامي أنها لن تشارك فيه، هو برلمان خدماتي فقط للفلسطينيين في الحياة اليومية، سن القوانين والتشريعات وغيرها، وهذا حق لكل فصيل مقاوم. أما المجلس الوطني فهو ملزم لكل الفصائل أن تكون تحت سقفه بالانتخابات نزيهة وتوزيع نزيهة حتى يتسنى للجميع اتخاذ القرار المناسب. السلطات الصهيونية تغرق أراضي زراعية شرقية غزة وتساوم حماس بالأسرى لرفع الحصار. إلى أي مدى سيكون للاحتلال دور في التدخل في الانتخابات القادمة سواء بالضغط أو بالمنع كما هو متوقع في القدس الشرقية؟ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة أوراق، أبرز هذه الأوراق هي الاعتقال للمنتخبين كما حدث في 2006 حينما أعيد اعتقال النواب الذين انتخبوا برأي الشعب. هذه ورقة تستخدمها قوات الاحتلال دوما. ودعنا نشير إلى أنه الآن وأنا أتحدث إليك هناك 11 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني منتخبين هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا لم يتم حسمه من قبل جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الدول القوية التي راعت انتخابات 2006. النقطة الثانية أن الاحتلال الإسرائيلي يتدخل أيضا في القدس المحتلة، وهذا مخالف للقوانين الدولية التي تعتبر القدس أنها محتلة في عام 67 وبحسب القوانين الدولية فهي أرض فلسطينية محتلة من قبل الاحتلال. من الذي سيلزم الاحتلال الإسرائيلي على لجم بطشه وعربدته عن أهل القدس؟ النقطة الثالثة هي حالة الحصار والضغط الاقتصادي والمساومة لقطاع غزة، كلها يجب حلها ميدانيا. أن المقاومة ستقول كلمتها إذا تم العبث في الانتخابات، وأيضا دوليا وجب الحماية الدولية لملف الانتخابات وملف الحياة الفلسطينية قبل أن يكون هناك عار جديد عام 2021 يكرر عام 2006. شكرا لك أستاذ محمد القيق الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية.